السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي بداية القصر كده، ده الفعلي بتاع الشغل بالظبط. ده بداية القصر، خام على بعضه قبل الفارنس. نطلع على مرحلة هنا، مرحلة الفرز والتحجيم. بعد الفرز والتحجيم يجي ميزانة، بيتوزن الميزانة الأول. خمسة، استنى يا ابني حط دي تاني. دي كده 5.52، 52 عشان جفاف الشكار. تمام؟ يجي المرحلة اللي بعديها تترص، الشكارة بتمسك تترص كلها كده. ايه بتترص كله. ايه الشكارة بتترص كده. ترص الشكار. تمام؟ نرجع هنا نقفل عند اخر مرحلة. ايه اقفل كده نفس الوضع، هو هيربطها دلوقتي ويقفلها. وده الخام، ده الصدر اخر حاجة بيتحمل يخش التلاجة كل يوم اخر النهار. ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.